خلينا نرجع لموضوع السوق. انا قبل شويه الاخ حكى له حكايه ودار وجهه وراح، قال الدهن محلي ما له علاقه بالدولار، غير المفروض وزاره التجاره مثلا تنزل السوق. ما نقدر قبل فتره، لا قبل فتره السوق ولجان نزل السوق والله من ذاك الوقت لليوم، نزل جول بالسوق وسال وطبوا التجار. ما يصير منهم ترى عامين، ما يصير منهم عندنا ابد ابد، ماكو اي شخص نزل للسوق ابد ابد، هاي الجماعه يعرفون بالوضع هنا. واستمرت من ذاك الوقت لليوم، استمرت من ذاك الوقت لليوم ونفس الوضعيه. هسه المفروض يعني احنا نتمنى من مجلس النواب العراقي انه يخفض من قيمه الدولار، بلكت الاسعار تنزل، اسعار المواد الغذائيه تنزل حتى لا تاثر على الفقير. هي وين بما اثرت؟ اثرت على الناس الفقراء، على ابو العربانه، على ابو السكوته، على ابو الطبقه المعدومه، الناس المترفه. اعضاء مجلس النواب يهمه هذا الشيء؟ ما يهمه. ما هذا الشيء ما يهمه. طبيعي حبيبي، انا سعيد جدا. اهلا وسهلا بك.